مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم وأهلا بكم مع إطلالة جديدة من مواجهات سينمائية. ليس مستغربا أن نحتفل بمرور 80 عاما على أول فيلم قامت ببطولته أم كلثوم سيدة الغناء العربي، فيلم وداد الذي دشن استوديو مصر وكان رابع فيلم غنائي يظهر على شاشة السينما المصرية بعد أفلام ونشوت الفؤاد للمطربة ندرة، والوردة البيضاء بطولة محمد عبد الوهاب، والغندورة بطولة منيرة المهدية. وفيلم وداد أيضا نستطيع القول بأنه من أفلام ثومة المحببة للجمهور التي قدمتها للشاشة الكبيرة، والتي يعني بلغ عدد أفلامها 6 أفلام كان آخرهم فيلم فاطمة. وقبل أن تقوم بالتمثيل سمع الجمهور صوتها فقط في فيلم أولاد الذوات كان عام 1932، كما سمع صوتها عبر أغنيات فيلم ربع العدوية 1963. أم كلثوم قدمت 3 أفلام من أفلامها عن قصص تاريخية، وداد ودنانير وسلامة، وكانت تستعين في أفلامها بملحنين كبار أمثال زكريا أحمد، محمد الأصبجي، ورياض السنبادي، الذين تنافسوا في تقديم وصناعة حالة خاصة جدا من الغناء والطرب ومن الألحان، وأغنيات تحتل الإبداع سواء في ذاكرة المغنى والطرب أو ذاكرة السينما. أهلا بكم من جديد، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة عن سيدة الغناء العربي السينما أم كلثوم في إطلالة خاصة جدا في مواجهات سينمائية. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة دكتور زين نصار المؤرخ الموسيقي. دكتور زين أهلا بحضرتك. أهلا بيك. ومعنا أيضا الدكتور ياقوت الديب الناقد والباحث السينمائي. دكتور ياقوت أهلا بحضرتك. مساء الخير. بداية أم كلثوم وجودها على شاشة السينما دكتور زين، خاصة السينما والسينما المصرية كانت يعني في بدايتها، صحيح. هل نستطيع القول بأنها شكلت أو كانت أحد العوامل اللي شكلت ملامح الفيلم الغنائي أو السينما الغنائية في السينما المصرية؟ طبعا أنا الأغنية داخل الفيلم تختلف عن الأغنية بره الفيلم. الأغنية داخل الفيلم لازم تكون قصيرة، لازم تكون بتخدم الحدث الدرامي، الخط الدرامي في الفيلم. وطبعا الأفلام الغنائية يعني أساسا بتتكتب للمطرب اللي هو المحبوب اللي الناس بتحبه عشان يروحوا يتفرجوا على الفيلم. فزي يعني هو طبعا أول فيلم كان نشوت الفؤاد سنة 32 لزكريا أحمد ونادرة، وده كان تجربة أولى. بعد 18 شهر الأستاذ عبد الوهاب رحمة الله عليه عمل الوردة البيضاء، وهنا الأستاذ عبد الوهاب نقطة تانية مهمة جدا، إن الأستاذ عبد الوهاب قبل أن يبدأ في السينما كان مطربا محبوبا ومطلوبا، له جمهور، له جمهور واسع واسطواناته مالية الدنيا. فلما بدأ السينما الجمهور راح له أفلامه، فنجحت أفلامه السينمائية نجاحا تجاريا ساحقا، مما دعا المنتجين أن ينتجوا أفلاما لمطربين آخرين. وكان هو بدأ 33 أم كلثوم 36 مع أول أفلامها، وبدأت بقى رحلة المطربين في السينما. لكن في هذا السياق نقدر نقول أنها يعني أفلام أم كلثوم وضعت قواعد خاصة ومختلفة، مختلف في السينما الغنائية أو السينما لا عبد الوهاب الأول غنائية. عبد الوهاب برضه طبعا عبد الوهاب الشغل ده في الأول في البداية، لأنه هو أولا موسيقي وملحن ومطرب وفاهم الحدوث دي كلها. وكان الأفلام أخرج أفلامه كلها محمد كريم، ده كان راجل متعلم في ألمانيا، فكل حاجة كانت يعني مدروسة كويس قوي. لأن حضرتك مثلا لو افتكرتي حكيم عيون مثلا في رصاصة في القلب، حضرتك دخل الريستاتيف في الغنى، يعني دخل حاجات أفكار جديدة في الغنى. وهو طبعا كشخصية عبقرية كان بيصيغ ألحانه بشكل سلس جدا يتناسب معاه، مع سواء هو اللي هيغني أو في حد هيغني معاه.
الثنائيات برضو من ضمن الحاجات الانجازات الكويسه في السينما، هي بدات في المسرح الاول ثم انتقلت الى السينما، وبقى في يعني اتجاه لوجود مطرب ومطربه ابطال الفيلم، وابتدوا يبقى في ثنائيات غنائيه بينهم وبين بعض. بس يا قوت يعني نقدر نقول الملامح اللي ممكن تكون ارتسمت او يعني قدمت نفسها في سينما ام كلثوم، ايه اللي قدمته جديد في السينما المصري؟ لا هو الحقيقه ما نقدرش نقول الجديد، لان السينما في الوقت ده كانت في بدايتها يعني يعني حتى تحديدا الفيلم الناطق هو بدا بولاد الذوات اللي شاركت في ام كلثوم بصوتها طبعا فقط. فطبعا ده كان يعني من الحاجات اللي تسجل لام كلثوم ان هي اشتركت في اول فيلم ناطق في تاريخ السينما المصريه اللي هو اولاد الذوات. فالحقيقه يعني الفتره دي كان زي ما اتفضل استاذنا الدكتور زين وقال ان هي كانت اربع افلام، فده كان مثلا رابع فيلم، لكن ما نحسش ان حتى بعد اربع افلام دي كانت في حاجه مختلفه، في ملمح مختلف. المختلف طبعا دخول العنصر النسائي في الفيلم في الفيلم الغناء، وان كان طبعا كان في سوابق على كذا فيلم او فيلمين يعني. لكن طبعا ام كلثوم في حد ذاتها يعني عملت نقله عند المخرجين، وخاصه اللي فهموا ام كلثوم كصوت. زي مثلا طبعا فريدز كرامب ده بدأ معاها فيلم وداد، بناء طبعا على تاريخها الغنائي اللي كان مش فترة طويلة، لكن اللي لفت الأنظار وسمع قوي قوي، وخاصة يعني كان في مونولوج كده اسمه أنا كنت سنة 27 هي بدأت 24 طبعا. فالمونولوج ده الحقيقة يعني أوحى لفريدز كرامب ان هو يستعين بام كلثوم، ده اللي هو كنت سامح وانسى الاسيه كان 28 32 في اول فيلم ناطق في اولاد الذوات يعني. فالحقيقه صوت ام كلثوم وشهرته وشهرتها في الوقت دوت، وطبعا ام كلثوم يعني ظهرت في فتره طبعا تكاد تكون ذهبيه، يعني الساحه تكاد تكون خاليه من مثل هذا الصوت. فطبعا يعني احساس بقى السينما بأم كلثوم كقيمة غنائية عالية جدا، خامة مختلفة تماما، مختلفة يعني خالص. ما هي طبعا أم كلثوم يعني فرضت نفسها، يعني هي فرضت نفسها يعني طبعا بصوتها بأدائها حاجة جديدة جدا. فهنا بدأ انتباهها للفيلم الغنائي، الانتباه لشيء ازاي يكون الفيلم الغنائي. طبعا يعني عملت سلسلة من الأفلام ورا بعضها، هنرجع لها تاني خاصة فيما يتعلق بالأفلام التاريخية اللي أنا قلت يمكن من وداد ودنانير وسلامة من الأفلام اللي كانت أشهر يعني أفلامها، هنرجع لها تاني. لكن فكرة إنها كانت يعني أو كونت أول تخت موسيقي، ده كانت 1924 كونه لها محمد الأصابع. التواريخ طبعا مختلفة من مصدر لآخر يعني. معلش لا هي 24 اللي سيء أبحاث ماجستير ودكتوراه كده 24 هو سنة 24 وكان أول، واللي كونه لها محمد الأصابع. إيه الأغنيات اللي قدمتها في التخت ده؟ وإيه أو الطفرة يعني المختلفة اللي قدمتها فيه؟ حلف ما يخلفنيش، راح الأسامي من دماغي، لا لا أنت فاكراني ولا نسياني، كل اللي أفتكر لك أسامي من دماغي. لكن كنت عايز أتكلم في حاجة تانية، إن أم كلثوم صوتها كان مختلف عن الناس اللي موجودة في الساحة ساعتها. ليه؟ لأن أم كلثوم نشأت في أحضان الغناء الديني الإسلامي الذي يعتمد على استخدام الصوت دون مصاحبة من الآلات الموسيقية. ده سر قوة دونم فهي بتغني ومعاها بطانة، معاها كان أبوها وأخوها وابن عمها وكده. فأي حد بيشترك في هذا الشيخ فلان وبطانته، أي حد في هذا المجال لابد أن يكون على أعلى مستوى من الموهبة والكفاءة الفنية، لأن أي غلطة بتبان. يعني ساعات المغني هو بيغني يتوه كده، فالعازف يروح مديله نغمات كده مرجعه تاني مطرح مراح، يعني حاجات فنية تفاصيل. لكن هنا بيغني ما فيش آلات، فهي اتمرنت في الجزء الأصعب، فلما تحولت من الغناء الديني للغناء الدنيوي بقى بالنسبه لها حاجه بسيطه جدا. هي دي النقطه دي قدرت تستخدمها او استفادت بيها طبعًا سينمائيا طبعًا في الافلام اللي قدمت فيها اغاني مختلفه طبعًا. الخامه صوت مختلفه، وانت وهي بتطوع صوتها حسب الغنوه اللي وانت عملت مع العمالقه مع زكريا وقصبه والصنباط الثلاثه كلهم واحد، يعني ما شاء الله كلهم يعني عمالقه في هذا المجال. دوري قوت الديب ستة افلام قدمتها سيده الغناء العربي، منها ثلاث افلام تاريخيه، وداد وسلامه ودنانير، واحد فيهم العصر الاموي العصر العباسي، فكره الجاريه اللي قررتها في اكثر من يعني تجربه. لماذا في رايك ان هذه الافلام هي انجح افلام ام كلثوم؟ يعني طبعا حضرتك زي ما اتفضلتي ان لما يكون الاساس الفيلمي مبني على روايه ايا كان سواء تاريخيه او الى اخره، واللي عاملها اديب اصلا زي علي احمد بكثير طبعا وكده، فمؤكد ان العمل في حد ذاته كموضوع حتى بيبقى له قيمه.
وطبعا يعني في العصر ده الناس كانت بتبحث عن القيمه مش زي دلوقتي. يمكن الناس دلوقتي بتبحث عن المظهر بتاعه ومناظره والحاجات اللي احنا عارفينها دي، لكن كان زمان القيمه عنصر القيمه هو العنصر الاساسي الجاذب لمتفرج السينما. فالافلام دي زي ما حضرتك اتفضلت النص القائم عليه طبعا ده مؤكد لان الفيلم بدايته نص الفيلم اولا ورق، فطبعا يعني الورق اللي اتبنى على الافلام الثلاثه حضرتك اتفضلت بيها دي ورق مبني من قبل ادباء كبار جدا وشعراء، ويعني في هم في موضوع في قضيه. لكن هل ملامح ام كلثوم نفسها وادائها سواء تمثيلين او ادائها الصوتي كان ليه دور يعني في القاء الضوء، او خليني اقول ان يبقى في نوع من بريق خاص ممكن بيطفو على ظهر يعني اي فيلم سينمائي بتقدمه تاريخيا؟ لا ده صحيح طبعا، لان ادائها نفسه اعتقد صحيح. كان مختلف في الافلام الاخرى. لا مختلف تماما يعني طبعا هو يمكن الادوار اترسمت لام كلثوم وبالتالي اللي بيكتب يعني كاتب السيناريو لما بيجي يكتب بيختلف عن انه يكتب منطلقا من شخصيات خياليه وفرق بانه يكتبها منطلقا من شخصيات هو عارفها تختلف تماما، وبالتالي بتبقى ابعاد الشخصيه متكامله في مثل هذه النوعيه من الافلام اللي بتتكتب لفلان. فطبعا الافلام مكتوبه لام كلثوم، فطبعا الكاتب بيبقى واعي للعمليه دي تماما يعني. وبالتالي الادوار كانت تاخدها ام كلثوم ما حدش كان يقدر يعملها في الوقت ده، سواء كانت ممرضه او فلاحه بسيطه او مطربه صاعده او الى اخره زي ما حضرتك اتفضلت في الافلام مختلف يعني. كان متفقه تماما اداء ام كلثوم مش ممثله، ولكن اتوضع الفيلم بحيث ان ام كلثوم تبدو في صورتها الطبيعيه كممثله، يعني ما حدش يحس ابدا باداء ام كلثوم واداء مصطنع. لان ده جزء مهم جدا، فده كان من رسم الشخصيه جزء مهم جدا. لكن نشوف جزء من فيلم دنانير احد الافلام الشهيره لسيده الغناء العربي ام كلثوم. بكره السفر بكره السفر بكره بكره يعني برغم انها افلام في البدايات لكن في حاله خاصه، حاله يعني الفيلم ده هي كانت فيه زي اشبه بجاريه من العصر العباسي يعني، وكررت يمكن الدور ده في الثلاث افلام التاريخيه. ام كلثوم صوتها خامته كانت نادره ولحد ما ماتت خامه صوت ام كلثوم متفرده من الاصل واتدربت تدريب صح،
فكانت عندها كل مؤهلات المطربة وكل مقامات عوامل النجاح. صوتها عامل ازاي؟ يعني يعني صوت يعني دي غنت وعندها 70 سنة، مين بيعمل كده؟ يعني مواليد 1898 اخرها يعني. فيعني هي توفت سنه 75 او 70 على 70 سنه بتغني. هم عالميا تعاملوا مخصوصا انها معجزه يعني ما بكل المقاييس. فانت لما بتتعاملي مع شخص مع حاجه نادره وشخصيه استثنائيه. طب دكتور زين، موسيقيا الفرق ما بين الحان كل من زكريا احمد ومحمد الاصبي ورياض الصنباطي في تقديم تجارب مختلفه للمقصوم او التعامل طبعًا. حتى مع صوت اولا لازم نعرف ان كلهم نهلوا من نفس المنبع، حفظ الادوار وتقطيعه والمرشحات ومش عارف ايه، ودرسوا دراسه اللي كل الناس بتدرسها. بعد هذه الدراسه كل واحد بيبتدي بقى شخصيته تبان. فانت عندك الاستاذ الاصابجي راجل مجدد جدا، شوفي يا طيور وشوفي انا قلبي دليلي وشوفي يعني غير ام كلثوم، ادي الجو بتاعه. الاستاذ الشيخ زكريا طبعا راجل هو اصلا من اصول بدويه وامه من اصول تركيه، فهو يعني عشان كده الجانب البدوي كان عنده واضح جدا انه متمكن منه، وكان علاقته بمحمود بيرم التونسي كانوا عاملين ثنائي مع بعض. هتيجي الرياض الصنباطي واحمد رامي كانوا عاملين ثنائي برضه. استاذ رياض برضه، استاذ رياض بقى كان بيهتم بتعميق الاحساس بالموسيقى العربيه. يعني استاذ رياض قعد طول عمره يجدد الموسيقى العربيه من داخل عناصرها الداخليه، ولم يستعن باي ايقاعات او اي اشياء خارجيه مع الموسيقى العربيه، ودي كانت صعبه جدا. صعب جدا وممكن ما كررتش بالطريقه دي. لما استخدم مثلا اله الاورج في اقوى الليل استخدمها بحساب، حب يدخل آلة استخدمها بحساب بحيث يبقى من المنطق انها تقول كده. لما جه سنه 64 وعمل اعاده صياغه لركعة عصيه الدمع واستخدم البيانو في اوله بحساب يقوم بدوره ويتوارى ما يغطيش بقى. احنا النهارده بنسمع الاورج مغطي والجيتارات الكهربائيه مغطيه على كل فتخرج بقى في مساحه ثانيه خاصه مختلفه خرجت عن ده. من ضمن عيوب التكنولوجيا برضه المسائل سوء استخدام التكنولوجيا، مش التكنولوجيا سوء استخدامها. سوء استخدامها بالظبط. احنا عندنا ام كلثوم قدمت يمكن مع المخرج احمد بدرخان والدكتور ياقوت نشيد الامل دنانير عايده وفاطمه اربع افلام من ست افلام. هل كان بدرخان ناجحا في اداره افلام ام كلثوم الغنائيه قدمها بشكل مختلف؟ مؤكد. هو طبعا بدايه بدرخان مع ام كلثوم في فيلم وداد، يعني هو كتب السيناريو والحوار واخراج فريدز جرام هذا الالماني يعني. فهو يعني كان بدايته مع ام كلثوم لما كتب السيناريو والحوار في الفيلم. تاني فيلم على طول هو اللي عمله طبعا احمد بدرخان، يعني عمل ثلاث افلام ورا بعض، والاخر فيلم فاطمه اخر فيلم دوت دخل توجو مزراحي بقى وعمل سلامه ودخل محمد كريم وهكذا. فهو الحقيقه طبعا يعني بتبقى هنا يعني طبعا فهم لقدرات الشخصيه في التمثيل، ومن ناحيه ثانيه تقدير لام كلثوم كصوت. يعني هو ما اشتغل مع الفيلم الاول مع فريدز كرامب اللي هو فيلم وداد، الفيلم ده راح يعني مثل مصر في مهرجان فينيسيا في سنه 36 ودي حاجه نادره. النهارده ما بقاش فيه طبعا على اي تجربه. فالحقيقه كانت تجربه كبيره وفيلم طويل جدا، يعني فيلم ساعتين وشويه، ساعتين وعشر دقائق تقريبا يعني. فيلم طويل. فالمساحه ديت من السينما مع ام كلثوم وكاتب السيناريو والحوار ويعايش كل الادوار دي، يعني مؤكد ان احمد طبعا بدرخان كان يعني من المخرجين المتمكنين جدا اللي هو كان عنده ميزه يعني ايه يحس بالشخصيه دي، عنده على فكره قوي قوي عند احمد بدرخان تحديدا يعني. ده ظهر بوضوح مع ام كلثوم في تقديم ام كلثوم. وبالتالي كل الاربع افلام اللي عملها مع ام كلثوم اولا موضوعاتها متنوعه، سواء موضوع اجتماعي في نشيد الامل دنانير وعايده وفاطمه شخصيات مختلفه جدا. فكان في شكل من اشكال التحدي مع ام كلثوم اللي هي مش ممثله. فده يعني بيوصل ان احمد بدرخان وصل لهذه الشخصيه ومفاتيحها كممثله اولا نمره واحد وكمؤديه كمطربه. طيب على مستوى الاغاني يعني كان في يمكن مشكله تحدي كبير بيواجه الفيلم الغنائي، فكره طول الاغنيه. بدرخان قدر يتعامل مع الحته ديت بذكاء شديد جدا. اولا من حيث ان هو تقصير مده الاغنيه وانها تبدو انها مكمله للسيناريو مش مكمله على دي جوه النسيج بالظبط، والا تبقى محشوره ممكن لو شلتيها ما يجراش حاجه. لازم جزء عضوي في الفيلم وكانت بتخدم الخط الدرامي وبتتطور مع الاحداث. كل الاحداث ما تتطور الكلام الاغنيه بتتغير بمعنى بيتغير. صحيح صحيح. ومهم قوي انه يقنعك. خدي بالك احنا ثاني دوله في العالم دخل فيها السينما. طبعا دكتور يوتي يقول لك يعني على طول يعني شهور بعدها بشهور. صحيح صحيح. فيعني احنا لنا تاريخ في السينما.
صحيح. وفي السينما الغنائيه خصوصا بعد كده بقى لنا تاريخ كويس قوي. يعني دغري قلت كنت عايز تقول حاجه على هذه الجزئيه فيما يتعلق بالاغنيه، ويعني بدرخان ان ازاي اتعامل مع الافلام والاغاني اللي قدمتها ام كلثوم في افلامها السينمائيه بشكل طبعا زكي. انا بس باكد على كلام استاذنا الدكتور طبعا ان هي فعلا جزء من دراما الفيلم دي حقيقه، لان طبعا الاغاني الافلام بتتكتب يعني بعد قراءة سيناريو، فكل اللي كتبوا الأغاني سواء رامي أو إلى آخره كانوا الحقيقة بيقروا السيناريو ويتعايشوا مع دراما الفيلم أصلا، المواقف الدرامية، ويبنوا عليها الأغنية. يعني النهاردة ممكن نشوف أغنية ملهاش علاقة خالص بالفيلم، بس مجرد أنه عاوز يجيب المطرب أو كده. لكن طبعا الكتابة لأم كلثوم من خلال الأفلام متداخلة جدا في نسيج الفيلم دراميا، وبالتالي حتى في طول الأغنية. يعني حضرتك فيلم فاطمة دوت فيه 9 أغاني على فكرة، كتير جدا، لكن عمرك ما تحس إن هي كتير ولا هي مقحمة على الفيلم. فدي طبعا يعني ميزة بدرخان إن هو كان فاهم أم كلثوم لهذه الدرجة، فاهم السينما لهذه الدرجة، السلاسة، رغم إن الأفلام في أفلام طويلة يعني تعدي ساعة ونص أو تقرب من ساعتين، ومع ذلك السلاسة والاتزان في الفيلم والتوازن، فهم الشخصيات وفهم مقاومات الفيلم النموذجي الغنائي لأم كلثوم. عند المخرج يعني يكون فاهم الموسيقى كويس بالظبط، المخرج والمونتير بيخدموا شغلهم جدا، ولذلك احساسه باللحن وبالكلمه كان عالي قوي. طيب نشوف جزء من فيلم فاطمه، احد الافلام اللي جمعت بدرخان مع ام كلثوم، ونرجع نستكمل حوارنا مره اخرى. لا لا اتفضل حضرتك. مش ممكن. ازاي بس؟ ما تعمليش تكليم؟ فين هي الممرضه؟ احيا فندم. نهارك سعيد يا سعاده الباشا. من غير تحيات. طبعا اشتغلت ممرضة؟ طبعا يا سعادة الباشا، وإلا ما كانش من غير تطويل. أيوة ولا لا؟ أيوة يا سعادة الباشا. أمال مش باينة عليك؟ إزاي يا سعادة الباشا؟ فين لبسك؟ فين الفرق الأبيض وفين الطرحة البيضاء؟ فين عندك الحقن؟ موجودين يا سعادة الباشا. فين هما؟ في الشنطة. الشنطة اللي فين؟ أهي يا سعادة الباشا. بالشنطة إيه؟ الله، ما لسه جاي دلوقتي. وهنبتدي إمتى يعني؟ بكرة؟ الجمعة الجاية؟ السنة الجاية؟ لما أكون عجبت؟ مت؟ قلقت؟ ما مش شبه سعادة الباشا، ربنا يطول لنا في عمر سعادتك. من غير تطويل تروحي تلبسي حالك وتستلمي شغلك، فاهمة شغلك يعني ايه؟ يعني انا، يعني تستلميني انا. حاضر حاضر. سيدة الغناء العربي تعاملت أو تعاونت مع الموسيقار محمد عبد الوهاب وقدمت واحدة طبعا من أشهر أغنياتها أنت عمري. الجديد اللي قدمته يعني مع عبد الوهاب، أو كيف التقط عبد الوهاب بصمة خاصة مختلفة في صوت أم كلثوم؟ عبد الوهاب طبعا أستاذ كبير وعارف إزاي يتعامل مع صوت أم كلثوم، وهي عملاقة طبعا. ولاحظ أن أم كلثوم غنت لحن عبد الوهاب عندها 65 سنة. يعني على كبر العمر. وفي نفس الوقت هو أدها لحن
سلس تقدر تأديه من غير جهد جبار يعني ولا حاجة. وفي نفس الوقت ترجعها شباب. أنا في رأيي ربع قرن قبل كده لأنه بدأت تدلع وتغني وتعمل حاجات إيه وإمكانيات صوتها رغم كانت في السن ده لكن صوتها كان برضو يعني قوي ويعني ما زال بيتغني باقتدار وأمتعنا بعشر ألحان بعد كده يعني هي ده هو كان الخوف اللي كان بينهم كلثوم وعبد الله لكن لما اتكسر الخوف كسرت الحكايه. دكتور زين هنا يعني برضو مهم جدا تعامل موسيقي او ملحن مع صوت زي ام كلثوم. أيوة طبعا. يعني مثلا لو رجعنا لابو العلا محمد هل نقدر نقول اتعامل مع صوت ام كلثوم او استطاع بالحانه ان هو يبرز جوهر صوتها زي الاصابجي مثلا؟ أبو العلا محمد اولا لم يلحن لام كلثوم، هي غنت الحانه والتي لحنها لنفسه وسجلها على الصنات واستمعت اليها في طفولتها في دوار الرقمي. لكن هي سمع يعني القصائد اللي عملها كان استاذ طبعا هو فلما قابلها سنه 16 وبدا تبناها فنيا هو على فكره اللي خلاها ثبت العقال والحاجات دي ولبست فساتين هو اللي اقنعها بكده. وفي نفس الوقت غنت 9 قصائد من قصائد سجلتها حاجه هايله جدا طبعا. يعني هو هي من اعجابها بشغله طلبت منه تعيد تسجيلها هي كمان غير التسجيل مره ثانيه مره ثانيه. فالحقيقه يعني الشيخ عبد الرحمن من عمالقه طبعا الموسيقيه المصريه دور كبير. دور ياقوت الديب لما شاركت ام كلثوم بصوتها في فيلم اولاد الذوات ده كان يعني 32 في البدايات وقتها حتى ما كانتش لسه اشتغلت سينما. الفيلم رابعه العدويه جاء بعد تجاربها المتعدده السينمائيه، هل هنا في فرق في اداء وصوت ام كلثوم دراميا وموسيقيا؟ طبعا دكتور زين هيكمل طبعا. هو طبعا فيلم ولاد الزواج كان مجرد على فكره يعني اغنيه صغيره جدا في لقاء عاطفي بين البطل وبطل الفيلم، فكان حاجه محدوده جدا لموقف معين يعني. لكن لو شفنا صوتها في رابعه العدويه الفيلم قائم على اغاني ام كلثوم ده الاساس. يعني اي حد بيتفرج عليه مش عشان بتفرج على رابعه كممثله او لا، عشان اسمع صوت ام كلثوم خاصه في مشهد النهايه شيء رائع. هو السيناريو يعني تحس ان هو جزء من السيناريو. هي حياه رابعه العدويه يعني هي الحياه الفتره الاخيره بتاعت رابعه العدويه بقى وان هي يعني عابده والتصوف والدين والروحانيات والكلام ده كله. فاغنيه ام كلثوم في رابعه العدويه خاصه الاخيره في اخر الفيلم دي جسدت الفيلم كله، لخصت الفيلم كله. فطبعا زي ما بقول لحضرتك العامل الجذب الاول لفيلم رابعة العدوية عند أي مشاهد عشان يسمع صوت أم كلثوم، وبالتالي طبعا فرق كبير جدا بين هي تغني مجرد يعني لمشهد صغير عاطفي في ولاد الزوات في بدايتها، وفي رابعة العدوية بقى اللي هي الفيلم الأغنية نفسها هي الفيلم فيلم رابعة العدوية. وبعد الخبرات طبعا أم كلثوم يعني في نضج في حالة طبعا أكيد ده مؤكد ده مؤكد حتى في صوت ده مؤكد. في سنة 28 تعرفت على الشعر أحمد رامي 24 تعرفت عليه بحديقة الأندلس في كل مصدر مختلف وهنا قدمت مونولوج إن كنت لا ده بعدين مونولوج إن كنت سامح حمص الأسية الأسية لمحمد الأصابع هو مكتوب 28 في أكثر من مصدر ما يجراش حاجة إن كنت سامح حمص الأسية. هل هناك فرق بين هذا اللحن وما قدمه أبو العلا محمد؟ اللي احنا قلنا حتى انها كانت مش معموله قدم قصائد ده مونولوج قصائد باللغه العربيه بالشعر الفصيح العمودي بينما هذا مونولوج غنائي بيعبر عن حاله نفسيه ان كنت سامح حمص الأسية وعملت كذا وعملت كذا وسامح حاجات كده يعني. فواحد بيتكلم مع نفسه بيناجي نفسه بيقول بيعبر عن مشاعره يعني. داخلي بالظبط حاله نفسيه ده مهم قوي. الله حوارنا مره ثانيه ده كويس. Oh, no.
قوه الصوت يعني بتاعها والسيطره على النفس الطويل والنغمات مسكاها تماما صحيح. كل مخارج الفاظها واضحه يعني. وكان عندها في ذلك الوقت 28 سنه ده عز الشباب يعني. في تجربه فيلم عايده الفيلم ده لو كان يعني تعتبر مغامرة جريئة من أم كلثوم أنها تاخد يعني هذه الفكرة وحاجة على الأوبرا عايدة طبعا لفيردي لكن هذا الفيلم لم يحقق النجاح يعني اللي كان متوقع ليه في رأيك دكتور يقول؟ لا هو الحقيقة طبعا يعني دايما الجمهور الحقيقة بيبقى بيقيس على ما ما قبل فهو طبعا لما طبعا ده مؤكد يعني فلما يشوف مثلا رائعة فريدزي جرامبي وداد وبعد كده احمد بدر خان نشيد الامل ودنانير والكلام ده كله فالحقيقه الحاجات دي كلها بتبقى مسبقا المتفرج او المشاهد يبقى داخل السينما عشان يجد ما هو اعلى فالحقيقه يعني الفيلم ده يعني اتظلم لسبب ان هو يعني جه ورا مجموعه افلام او ثلاث افلام تقريبا بالتحديد كان مستوى عالي جدا سواء في بالنسبه للاغاني نفسها اللي اتوضعت في الافلام ديت سواء بالنسبه لمخرجينا والتمكن طبعا طبعا عايده برضه احمد بدر خان يعني وان كان فهي عايده مسبقا يعني كان الموضوع في دماغ الجمهور وكان يتخيل الجمهور ساعتها على فكره ان هو هيشوف عايده بتاعه فيردي لكن فالتمصير هنا دخل بقى مشكله على فكره هي دي النقطه بقى اللي في الفيلم ده تحديدا فحكايه التمصير مش سهله عمليه مش سهله الحقيقه طبعا طبعا عايده فيردي اوبرا شغله طبيعي اصلا يعني بقى نقل الاوبرا للسينما دي قضيه كبيره جدا جدا صعبه جدا وبالتالي الجمهور يعني ما تجاوبش كما تجاوب في الافلام السابقه قياسا على السابق لكن هو الفيلم في حد ذاته محاوله كانت جريئه جدا طبعا منها انها كمان طبعا هو يعمل عايده المصريه بالفنان لكن موسيقيا وخاصه ان في يعني الاصابجي والصنباطي عملوا قسموا جزئين في الفيلم ده الثنائي الوحيد اللي عملته ام كلثوم مع حد احنا وحدنا مع ابراهيم حموده ده الثنائي الوحيد اللي غنته مع حد دي حاجه الجزء صح. بتاع اوبرا عايده بقى اولا يوريك قد ايه الاصوات اللي كانت موجوده كان اصوات خطيره جدا وكان اللي عامل التوزيع بتاعه ابراهيم حجاج وهو اللي بيقود الاوركسترا ابراهيم حجاج كان واحد من كبار الموسيقيين المصريين المتمكنين تماما من صنعه الموسيقى فاصلين الاصابع والصنباطي الاثنين في التجربه فهي يعني المساله يعني الفيلم كان قوي بس هو طبعا زي ما قال الاستاذ الدكتور يقول ان هم الناس مش يعني ده جمهور بقى مزاج الجمهور حسب الموضوع يعني كان مختلف يعني حاجه مذاقها مختلفه بس كان فيها استعراض صوت رهيب يعني الجزء الفصل الثاني ده اللي هو فيه جزء عايده لما حضرتك تسمعيه حتى مسجلا لوحده حتى الصوت يعني شكل فيها نفس يا ريت هنسمع جزء منه يا ريت تشرحي في ذلك الوقت كان فيه الاصوات شكلها ايه جسد من كلثوم طبعا كلام كمان كان ابراهيم حموده كان دور دبليس ومطربه فتحيه احمد الريس يعني في اسماء مختلفه طب نشوف او نسمع جزء من فيلم عايده ونرجع نستكمل حوارنا مره ثانيه
يمكن الجمهور ما كانش متعود في الذائقه المصريه على فكره حتى الاغاني اللي بعيده عن الجزء التطريبي اللي هو اعتدى عليه في الافلام السابقه. لكن هل نقدر نقول نجاح اغنيات الفيلم اي فيلم بيتقدم ممكن يكون سبب في نجاح الفيلم ككل؟ ممكن طبعا. يعني اعتماد الفيلم على الاغنيات في اللي افلام بتنجح في اغاني بتنجح افلام. يعني الناس تخش تتفرج على الاغاني مش على الفيلم. تسمع. لان المخدوم كويس ومطرب او مطربه جامدين ومعمول موسيقيا زي الفل فبيخشوا يشوفوه. فعلى اي حال هو الصح ان الموسيقى بتخدم يعني اصل هنا ما بقاش حد يعني بتبقى وحده نسيج واحد بحيث كلهم يطلعوا الفيلم يعني متفق يعني انه وحده واحده بالظبط ما بقاش معتمد على الاغنيه بس. حتى الموسيقى يعني الموسيقى الفيلم اللي بنسميها موسيقى تصويريه بنسميها موسيقى الفيلم. موسيقى الفيلم تتدخل حيث ينتهي الكلام يعني في مشاعر انسانيه داخليه الكلام ما يقدرش يعبر عنها فروح مديك جمله موسيقيه تحس الناس دي بتعمل ايه حاسه بايه. فالموسيقى والموسيقى الفيلم والاغاني تلعب دور مهم جدا. طريق قوت ايه رايك في هذه الجزئيه تحديدا؟ والله هي لو خدنا مثلا فيلم سلامه اللي هو كان عن جاريه في العصر الاموي كان في ثلاث اغنيات معلقه مع الجمهور لحد دلوقتي ليه؟ سلام الله على الاغنام قول لي ولا تخبيش يا زين قالوا احب القصه سلامه يعني يعني في اغاني ما زالت موجوده بتسمعها لحد دلوقتي وعالقه في ذهن يعني الجمهور. لا هو طبعا على العموم ام كلثوم اغانيها كلها عالقه طبعا عند جمهور ام كلثوم سواء الجمهور العام او الجمهور الخاص. الحقيقه اللي يعني فيلم عايده ده يعني احنا لو شفناه دلوقتي على فكره نستمتع بيه جدا جدا لسبب واحد انه حتى اخراج الاغنيه شيء رائع ما نقدرش نعمله دلوقتي على فكره. يعني التبلوهات الفنيه اللي معموله والحركه والمجاميع والكومبارس والحاجات دي دكتور زين النهارده فعلا ما نقدرش نعمله. يعني عارف النهارده ما نقدرش نعمل فيلم غنائي في السينما المصريه بمعنى الكلمه. في محاضره ما فيهاش فيلم غنائي يعني مفيش انتهى فيلم فمقاييس الفيلم الغنائي نقيسها من العايده دوت من سلامه فده طبعا مقدره يعني قدره المخرجين. فلو قعدنا مشاهده فيلم عايده النهارده حقيقه هنكتشف ان ده نموذج للفيلم الاستعراضي الغنائي. طب وفيلم سلامه ام كلثوم نفس الفيلم سلامه ليه برضه من افلامها اللي يعني معلمه عشان البداية والبساطة يعني بنحس ان هي قريبه قوي من بيئتنا يعني البيئه المصريه فيها البدويه وفيها الصحراويه والصعيديه وهكذا. فهو الفيلم مش بعيد عننا وفيها روح مختلفه خفه دم يعني مش روح مش تاريخي يعني بعيد عن الفيلم التاريخي شويه اللي هو ممكن يكون خارج مثلا سياق الواقع دلوقتي يعني. فهو معايشه الجمهور يعني بتكمن في معايشته للسينما في محاكاتها للواقع. فالفيلم ده بيحاكي واقع سواء سلامة أو حتى طيب يعني إحنا نشوف سلامة بس قبل ما نشوفه هل تعتقد أن أداء أم كلثوم في سلامة تحديدا حتى على يعني مستوى الشخصي أداءها التمثيلي كان مختلف كان في روح جديدة أو يعني قدمت كده حالة مختلفة في الفيلم ده؟ هو الفيلم ده الحقيقة هو فيلم لايت يعني فيلم يعني في ما هوش الفيلم التراجيدي العنيف يعني وبالتالي حتى أم كلثوم يعني توازنت مع الدور دوت او اديته بشكل برضه لايت تحس ان الفيلم كما لو كان مثلا فيلم كوميدي خفيف الافيهات التعليقات الفيلم كله مبني على فكره الفيلم اللي يكون لايت يعني او في مسحه كوميديه يعني وبالتالي فعلا ده برضه كان جديد على ام كلثوم ان هي تقدم الشكل ده ففي نقله شويه من ادوار ام كلثوم سابقه على وشخصيه على فيلم كلثوم نفسها والشخصيه طبعا معموله حلو طبعا ده بيرجع للكتابه هي قصه حقيقيه على فكره يعني متاخد عن قصه حقيقيه فبرضه دي قربت شويه ان ازاي تترسم الشخصيه دي ان انا عندي ابعاد مسبقه من الشخصيه الحقيقيه. نشوف ونسمع سلامه لام كلثوم. سلام الله على الحاضرين من الصحين إلى النايمين من الصحين إلى النايمين. ما قلت لكم راعي غنم؟ لكل مقام سلام وكلام سلام الله على الأغنام سلام الله على الأغنام. ابعدي مع الأغنام أنا قاعد. تقولوا معي على الغربان بتهرب ليش من الرعيان بتهرب ليش من الرعيان بتهرب ليش من الرعيان. رعينا الغنم وسجناها وكم بالعصا ضربناها لقينا الغنم تحب الطرف
ولو تنشتم ولو تنضرب فلا فحلها قليل الأدب ولا كبشها سريع الغضب. سلام الله على الأغنام سلام الله على الأغنام سلام الله على الأغنام. ارجع يا ابن أبي ربيعة عودي يا سلامة. عيب يا ابن أبي ربيعة. لا تغضبي يا سلامة. سامحها يا ابن أبي ربيعة. سامحيه يا سلامة. أي بالله سامحيه. يبوس القدم ويبد الندم على غلطته فحق الغنم. يبوس القدم ويبد الندم على غلطته فحق الغنم. أبوس القدم وأبد الندم على غلطتي فحق الغنم. يا راجل ها هو أرضاك يا سلامة. هيا رضينا واطلبينا نريد نسمع يا معبد. غني يا سلامة. وإيش أغني لهم؟ قل لها إيش تغني يا شاعر العشق والغرام. تغني تغني يا علي العشاق. فترة الستينيات كانت أبرز يمكن أو فترة تألق لأم كلثوم قدمت فيها أنت عمري والأطلال. الأسباب اللي جعلتها في هذه الفترة على قمة الغناء أو كانت فترة وهج بالنسبة لأم كلثوم. اللياقة البدنية أم كلثوم حافظة على صحتها جدا جدا وكانت ملتزمة بأكل معين. تقول لك مثلا الدكتور قالتك البيضة في الأسبوع ولما تعمل حاجة كويسة ساعات تكافئ نفسها حاجات كده يعني كانت ظروف الصحية راهبة يعني يعني كان وطبعا التدريبات وكل والرياضة كانت تنزل تمشي قدام الفيلا بتاعتها يعني كان في الحفاظ على الصحة ده مهم جدا وفي نفس الوقت تدريب الصوت. وهي طبعا كمغنية وخبرتها بقى خبرة السنين الطويلة دي ازاي تغني وازاي تقول وازاي تعمل. وأم كلثوم كانت بتغني على فكرة في جزء من شغلها كان بيبقى فيه ارتجالات. انا سجلت حديث مع الاستاذ حفناوي رحمه الله عليه فاحنا بنتكلم جبنا سيرته من كلثوم حديث مسجل فقال لي احنا اتعلمنا من كلثوم. قلت له ازاي يا استاذ انا عارف انه عازف شاطر جدا. قال لي في الارتجالات. ليه؟ لان هي في الارتجالات هتقول حاجه مش عارفينها بتبتكر الارتجال ده تاليف فوري ولحظه ادائي مش عارفه هيقول ايه فهم يستنوا بقى لما تبتدي تعمل اي حاجه وتلمسوا الطريق عشان يقدروا يصاحبوها لان كمان امهر عازفين طبعا. واحنا ملاحظين هنا ان في تخت ما فيش فرقه كبيره. سينمائيا فيلم فاطمة كان آخر أفلام ما تعرض 47 أيوة طبعا. هل اعتزلها التمثيل مبكرا كان لصالح التجربة الغنائية ولا كانت زي مطربين يعني كثيرين شايفة إن هو عالم الخاص هو الغناء في المقام الأول قبل التمثيل؟ لا هو الحقيقة ده كان قرار من كلثوم نفسها إن هي فعلا تتفرغ للغناء. قرار من كلثوم بعد الفيلم ده خدت فعلا هذا القرار بمنتهى الجراءة وقالت لا أنا ماليش في السينما أو يعني السينما عشان النظام معتمد على الجميع يعني أنا مطربة جميع. أنا مطربة أصلا وعاوزة يعني أعيش في عالم الطرب وكده. فده الحقيقة كان قراره مش قرار أي حد قرارها بشكل شخصي جدا. وده اللي خلاها طبعا ظهرت كأم كلثوم بقى يعني هي لو كانت انخرطت بقى في السينما كان خد جزء من طاقتها يعني كان خد جزء من طاقتها. ده جزئيه لكن على النقيض الاخر او على يعني الصعيد الاخر في البعض شاف ان ربما هي ملامحها ما كانتش ممكن هتساعدها كممثله في تجارب عديده وخاصه بعد يعني سنها بعد ما وصلت طبعا لسن يعني هي مش كبيره قوي لكن كملامح ما هياش مش هتبقى في بدايه السينما المصريه. مش ملامحها لان زي ما قلت لحضرتك الافلام اللي بتعمل ام كلثوم مش عشان ام كلثوم شكل خالص او زي ما كان يعني حصل في الوقت ده ان تبقى البطله والنجمه يعني لا طبعا كان الوضع مختلف لان طبعا انا لما اخش فيلم رومانسي غير لما اخش فيلم درامي قصدي يعني حركه غير لما اخش فيلم غنائي. لما اخش فيلم غنائي انا رايح عشان المطرب بنسى شكله وبنسى ملامحه وبنسى حتى بعض الهنات حتى في ادائه التمثيلي مش ده اللي بيهمني. يعني الدافع الجمهور رايح عشان يسمع ام كلثوم فهي كان ممكن تستمر كأم كلثوم بأدائها بروح أم كلثوم بقى يعني مش بغض النظر عن الشكل وما قال إليه. طب بس هي 47 ده كان برضه أقل من 50 سنة وبعد الخبرات دي كان ممكن تستمر لكن هي بمنتهى الجراءة وبمنتهى الشجاعة قالت لا أنا شايفة عالمي أبطال وكده وأتغرر فيها. وبعدين يعني هي حتى قالت في حديث إذاعة إن هي كانت تروح تعمل مكياج وتستنى ساعتين يجي اي حد اصغر حد حتى في الفيلم يتاخر فالكاست كله يتاخر يعني فقالت لا انا ما اقدرش يعني مش جوها انها مش جو بالظبط كده مش جوها. ومع ذلك هي كان ليها حضور خاص حتى لو بصوتها بس زي فيلم رابعه اللي قدمت فيه اكتر من اغنيه وكانت يعني حاله خاصه جدا جزء من نسيج الفيلم من غير اغاني ام كلثوم يعني ما اعتقد التجربه لن تكتمل. رابعه العدويه والمسرات ما رضيت تلبسه رابعه تسحر حتى ولو كانت لابسه هلاهيل. أي والله صوت سادات البصرة يريدوا يسمعوا صوتك هيا اسحريهم يا ربعة. فضلوا فضلوا
الفيلم الذي كان بحضور أم كلثوم صوتا فقط. أيوة. ربع العدوي. أيوة. الموسيقى التصويرية لكل أفلامها كانت لمحمد الشجاع اللي كان ليه دور كبير طبعا في تجربة أم كلثوم عدا نشيد الأمل. ده كان موسيقى عزيز صادق. أسباب تعاونها مع محمد الشجاع ويعني سر يعني اختبار هذه التجربة. محمد الشجاع رحمة الله عليه كان مؤلفا موسيقيا وقائدا للأوركسترا. والدور المهم جدا لعبه ما بين 53 و 63 عندما عين مستشارا موسيقيا للإذاعة. فشجع جميع الكفاءات الفنية سواء مطربا أو شاعرا أو ملحنا أو مؤلفا. ففتح يعني أي حد مطلوب يبقى ممثل موهوب واتفضل الإذاعة مفتوحة. فكان الحقيقة بالنسبة للجزء بتاع التأليف كان في أوركسترا الإذاعة المصرية كان أنشئ سنة 51 ومستمر وكان بيتولى يعني تدريبه وقيادته المايسترو أحمد عبيد رحمة الله عليه. فكان هو أثناء الشجاع ما كان رئيس يعني مسؤول عن الموسيقى في الإذاعة. فهو كان ليه دور فعال جدا في تشجيع كل الناس اللي طلعت في ذات الوقت. يعني كل المؤلفين اللي طلعوا فتح لهم الأبواب وبس يكتب حاجة مظبوطة. رفعت جيران وعطية شرارة وعلي اسماعيل وعزيز الشام كل القائمة دي شجعهم هو. ومش بس كده حتى الشعراء كانوا يقولوا عايزين كلام محترم عايزين مش عارف ايه. الملحنين ياخد يعني هو مثلا محمد رشدي لما جه يعمل ادهم الشرقاوي هو محمد رشدي ما عرفش حاجة. هو كل الملحنين قالوا بقى يروح له فلان هو حتى رشدي الله يرحمه انا مسجل معه حديث طويل فحكالي لك. هو بعد قال له لا ده محمد رشدي محمد مير قال له هو ده اللي هيعمل عمل فيه 85 موال 85 موال من تأليف هو كان موال ده يعني هو اللي مؤلفه وملحنه. محمد ما انا بقول لحضرتك اهو يعني هو نظرته الثاقبه هو ده اللي يقدر يعمل الشغل ده كويس ولذلك عمل ادم الشرقاوي عمله هاي لذلك يعني طيب ام كلثوم يعود لام كلثوم اساسه نقابه الموسيقيين ده كان عام 43 وقعدت رئيسه لهذه النقابه 10 سنوات. اولا الفكره فكره تكوين النقابه نفسها هل كانت بتدل على جوانب في شخصيه ام كلثوم يعني فكرة المؤسسة فكرة أنها تخدم المهنة كانت إزاي يعني طبعا هو طبعا زي ما قلت تفضلت حضرتك يعني روح أم كلثوم روح العمل المؤسسي أو العمل الجماعي أو كده دي كانت عندها طبعا بداية من تكوين التخت الشرقي ودي أول مرة في البداية خالص طبعا فهي بهذه الروح فكرت في إنشاء نقابة للموسيقيين. ودي يعني من منطلق إيه من منطلق إن هي يعني حضرتك بنقول من 43 ل 53 10 سنين يعني رئيس الفتره دي كان يعني بتعد نفسها ان هي تتفرغ للعمل الموسيقي والطرب. وطبعا كان قابة بقى تتولى طبعا شؤون الموسيقيين والكلام ده كله. فهي بهذه الروح وبهذه من هذا المنطلق يعني فكرت في انشاء نقابه للموسيقيين. اولا طبعا كان في دماغها او نمره واحد حقوق الاداء العلني لان الحاجه دي كانت بدايه مهمه جدا وكانت مشكله كبيره جدا على فكره واشتغلوا فعلا عليها اشتغلوا على هذه الفكره اشتغلوا عليها وده كان الاساس يعني كان المنطلق بتاعها ازاي نحمي حقوق هؤلاء الفئه دي من الناس اللي ممكن يتهدم حقها. فده كان دافع عند ام كلثوم الداخلي ان هي تحفظ حق الاداء العلني للموسيقيين. وبالتالي قالت ايه اللي بيناسب نعمل نقابه رابطه مش عارف ايه تحت قالوا ايه نعمل نقابه للسينمائيين. فدي روح ام كلثوم اللي شفناها بعد كده طبعا في حرب طبعا 67 وموجوداتها وموجود الحربي ومشاركتها ولم الدهب حاجات كتيره جدا بتدور طيب عن الروح الجماعيه. اخيرا ام كلثوم في وجودها اثرت بشكل او باخر على شاشه السينما طبعا يعني طبعا بكل تاكيد على شكل وملامح السينما المصريه. لكن السؤال هل اثرت السينما في اغنيات ام كلثوم يعني على مستوى اللحن والكلمات والتجارب العديدة اللي قدمتها غنائيا؟ هو الشكل اللي تقدم للأغنية في الفيلم يعني فرض الفيلم اللي فرض الشكل لأنه إن عندي مساحة وقت قد كذا والموضوع كذا إزاي الملحن يقدر يعمل غنى معبرة عن الموقف في ظرف مثلا 5 دقائق أو 6 دقائق. فالشكل هنا فرضه. لكن أيضا السينما استفادت من الأفلام الغنائية واحنا استفدنا ان احنا تابعنا كل شغل ام كلثوم او عبد الوهاب او غيرهم عن طريق السينما في مراحل مختلفه من عمره. صحيح. عايز اقول لحضرتك ان سنه 68 ام كلثوم خدت جائزه الدوله التقديريه تبرعت خدت الجائزه وتبرعت بقيمتها لنقابه الموسيقيين بمناسبه النقابه يعني لدعم النقابه الموسيقيه. فكره يعني المطرب او الفنان اللي بيشتغل في اطار مؤسسه هي دي نقطه مهمه جدا. دكتور زين نصار المؤرخ الموسيقي بشكرك شكرا جزيلا دكتور ياقوت الديب الناقد والباحث السينمائي شكرا لكما في كل ما طرحتموه وعرضتوه من افكار وفي وأراء حتى عن سينما أم كلثوم سواء أدائها الموسيقي أو الغنائي على شاشة السينما أو حتى أدائها التمثيلي سينمائيا. هذه الحلقة كانت لسينما أم كلثوم وخاصة بعد مرور أو بمرور بمناسبة مرور 80 عاما على أول فيلم قدمته فيلم وداد على شاشة السينما. شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء مع مواجهة سينمائية جديدة.